الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. وبعد، هذه إن شاء الله تبارك وتعالى إجابات مختصرة على بعض الأسئلة الواردة من بعض الإخوة واللي ألحوا وأصروا على الإجابة عليها. إن شاء الله تبارك وتعالى نجيب عليها بقدر ما عندنا من العلم. السؤال الأول يقول السائل: ما حكم الكمون الذي يعلق على الأولاد خوفا عليهم من العين؟ وما هي الطريقة الصحيحة لتحصين الأطفال؟ ما يعلق على الأطفال أو على غيرهم من التعاويذ والأوراق المكتوبة كلها من الأشياء الشركية التي لا تجوز. وإن كان بعض أهل العلم يرى جواز أن يعلق شيئا من القرآن، ولكن هذا القول قول مرجوح، والصحيح أن ما يعلق وإن كان من القرآن فهو ممنوع، وإن كان من القرآن هذا هو القول الصحيح. أما التعاويذ التي تعلق على الأطفال كالكمون وغيرها من الأشياء، وخاصة الرقى الشركية اللي يكتب فيها النجوم والأشياء التعاويذ الشركية بتاعت الصوفية دي، فدي كلها ممنوعة ومن جنس الشرك الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه ورسوله عليه الصلاة والسلام، كما جاء في سنن أبي داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الرقى والتمائم والتولى شرك. وأيضا جاء في حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق شيئا وكل إليه. فلا يجوز الإنسان أن يعلق أي شيء على الأولاد. أما العلاج الصحيح أو الوقاية الصحيحة للأبناء فتكون بالتعاويذ الشرعية، كما جاء وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما تعوذ متعوذ بخير من المعوذتين. فيتعوذ الأبناء بقراءة المعوذتين في الصباح وفي المساء وغير من التعاويذ، وكذلك يعوذهم أبواهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ: أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. يعوذهم الإنسان بها في الصباح وفي المساء. لكن التعاويذ بتاعة الصوفية والبعلقوة على الأبناء دي كلها من الشرك الذي لا يجوز. السؤال الثاني يقول: ما هي الحالات التي يكون فيها سجود السهو قبل السلام والتي يكون فيها بعد السلام؟ أفيدونا بارك الله فيكم. هذه المسألة أجاب على الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في الفتاوى، وخلاصة الجواب أن السهو اللي بيحدث في الصلاة، من العلماء من قال يكون السجود كله قبل السلام، ومنهم من قال السجود كله بعد السلام. طيب، وفصل بعضهم كما في الفقه المالكي، يقولون الزيادة تكون بعد السلام والنقص يكون قبل السلام والشك يكون بعد السلام. فالشيخ ابن باز رحمه الله تعالى مال إلى هذا التفصيل وذكر قاعدة مختصرة، يقول كل السهو اللي يقع في الصلاة يكون السجود عليه قبل السلام إلا في حالتين، يكون بعد السلام. يعني في أي حالة سهو في الصلاة يكون السجود لها إذا كان بتقتضي السجود، لأنه أحيانا من السهو أشياء تبطل الصلاة بالكلية. لكن السهو كالإنسان مثلا يزيد في الصلاة أو ينقص، كل السهو يكون قبل السلام إلا في حالتين. الحالة الأولى: إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ركعتين فأكمل وسجد للسهو بعد السلام. الحالة الثانية: إذا شك في صلاته، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، إذا شك في الصلاة ما يدري كم صلى، ثلاثة أو أربعة، اثنين أو ثلاثة، يبني على الأقل لأنه ذا اليقين. يعني الإنسان إذا شك صليت أربعة ولا ثلاثة، طيب
أنا أبني على اليقين. اليقين كم؟ ثلاثة. إذا شكيت صليت ثلاثة ولا اثنين؟ أبني على اليقين. اليقين كم؟ اثنين. فأبني على الأقل، أعتبر نفسي صليت اثنين، أكمل الصلاة ركعتين إذا كانت رباعية، ركعة واحدة إذا كانت صلاة مغرب ثلاثية، بعد ذاك أسجد للسهو بعد السلام. إذن عندنا حالتين يسجد فينا الإنسان للسهو بعد السلام. الحالة الأولى إذا سلم عن نقص ركعة فأكثر يكمل يسجد للسهو بعد السلام. إذا سلم، إذا شك في صلاته ما يدري كم صلى، ثلاثة أو أربعة، اثنين أو ثلاثة، في الحالة دي أيضا يكمل الصلاة، يبني على الأقل، يكمل الصلاة ويسجد للسهو بعد السلام. طيب السؤال الثالث يقول السائل: ما معنى قوله تعالى فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر؟ هذا جزء من آية في سورة الكهف، ويستدل البعض بهذه الآية ممن يرى حرية الاعتقاد أو حرية الأديان كما يقولوا، وهي طبعا ما في أديان، وعبارة الديانات السماوية عبارة خطأ. علامة ابن باز رحمه الله تعالى كما في شرحه على فضل الإسلام للإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى يقول عبارة الأديان أو الديانات السماوية خطأ، لأن الدين واحد، إن الدين عند الله الإسلام، الدين التوحيد، اتفقت فيه جميع الرسالات. لكن نقول الرسالات السماوية، أو نقول الشرائع، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجة، في شرائع مختلفة، لكن أما الدين فهو واحد، هو الإسلام والتوحيد الذي جاءت به جميع الرسل عليهم الصلاة والسلام. فالذين يستدلون على ما يزعمون من حرية الاعتقاد، ودي عقيدة كفرية، العقيدة اللي بتقول إنه الإنسان مخير يعبد الله أو لا، مخير يدين بدين محمد صلى الله عليه وسلم أو لا، هذه عقيدة كفرية. فالقائلون بحرية الأديان أو حرية الاعتقاد يستدلوا بالآية دي، فهموا غلط. يقول لك ربنا قال فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كأن الخطاب هنا في هذه الآية للتخيير. أبدا، العلماء قالوا كما قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى ومن قبله البغوي وغيرهم من أهل العلم، قالوا الخطاب في هذه الآية للتهديد والوعيد مش للتخيير. فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، لا، معناها تهديد، لأنه أول الآية ربنا سبحانه وتعالى يقول وقل الحق من ربكم، يعني قل للناس يا محمد صلى الله عليه وسلم، قل للناس هذا هو الحق الذي جئتكم به من عند الله عز وجل، وقل الحق من ربكم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. فالآية آخرة وعيد وتهديد، يعني من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. طيب اللي بيكفر بيحصل لشنو؟ إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا، إلى آخر الآية. فيبقى معنى الآية للتهديد، للوعيد الشديد، ما هو للتخيير، كما جاءت في نصوص كثيرة، قول الله تبارك وتعالى اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، اعملوا ما شئتم، هل معناها خلاص الإنسان يعمل ما يشاء وما مؤاخذ ما محاسب؟ لا أبدا، الإنسان ملزم إلا يلتزم بالإسلام. وأي إنسان يقول لك إنه في حرية اعتقاد، حرية فكر زي ما بقول طارق السويدان، يقول لك حرية الفكر وأنا مخير أعترض على الله وأعترض على الرسول وأعترض على الإسلام، ما مخير. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ما في إنسان مخير إنه يطيع الله أو لا، الإنسان ملزم بطاعة الله تبارك وتعالى، لأن ربنا خلقه من أجل العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب فيبقى معنى الآية هنا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، للتهديد والوعيد الشديد للظالمين. السؤال الرابع يقول السائل: ما حكم الدين في المراكز المتخصصة في العلاج بالرقية؟ أولا نعدل في سؤال السائل،
الإنسان إذا سأل مستفت من يسأل من شيخ أو عالم أو كذا ما يسأل عن كلمة ما حكم الدين، لأن المفتي في الغالب يفتي بما ظهر له وبما يعلم، ولا يلزم الإنسان أن هذا هو حكم الله سبحانه وتعالى. لذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول الأحسن أن تسأل تقول ما قولكم في كذا، ما قولكم، لأني قد أوفق إلى الإجابة الصحيحة وقد لا أوفق، فلا أجزم بأن هذا هو حكم الله تبارك وتعالى. فنقول ما تقولون في المراكز المتخصصة في العلاج بالرقية. أولا العلاج بالرقية من المباحات وقد يكون فيه فضيلة وفيه خير، والإنسان إذا استطاع أن ينفع أخاه فليفعل كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، إذا استطاع أن ينفع أخاه يفعل، ينفع بالرقية، يرقي له بالقرآن وبالسنة بالأدعية الطيبة. وكذلك الرقية تكون بالرقية في الماء، أن ينفث الإنسان على الماء يقرع عليه وينفث على الماء، بعد ذلك يشرب منه ويغتسل، ما في بأس. فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه في سنن أبي داود، ذكر ذلك العلامة ابن باز رحمه الله تعالى. وفي تنبيه هنا برضو أيضا في مسألة الريق، الريق إذا كان نفس الإنسان بيقرأ قرآن وبينفث على الماء ده ما فيه بأس، ما في إشكال، لأنه ده فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين ده من بركة القرآن، ما يختلط عليك بالنفس من غير أي تلاوة قرآن. النوع اللي بيجي بيقول لك لعاب الشيخ فيه بركة، يدفل على الماء يبقى الموية فيها بركة، بعد ذاك الزول يمشي يداوى بيه ويشرب ويتبرك إلى آخره، ده ما عنده أي علاقة مع السنة، لأنه ما ثبت إنه إنسان بعد النبي عليه الصلاة والسلام آثار فيها بركة ولو الصحابة. ما كان الصحابة يتبركوا بآثار أبي بكر الصديق ولا بلعابه ولا ببصاقه ولا بعرقه ولا بما انفصل عن جسده رضي الله عنه وأرضاه مع مكانته العالية، وعمر الخطاب، بقية الصحابة، الخلفاء الراشدين، علماء الأمة، ما كان يتبركوا بما انفصل عنهم، لحد ما جوا الليلة في زمننا ده الصوفية صنعوا هذه الأشياء واعتقدوا إنه لعاب شيوخ فيه بركة يتبركوا به ويجعلوا شيء من العلاج. عموما هذا ثبت للنبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم، إنه الإنسان يتبرك بآثاره بلعابه وكذا وعرقه فيه بركة وفيه شفاء. أما بالنسبة للرقية هي في أصلها ما في إشكال، إنسان يرقي من استطاع أن يرقيه، وممكن يرقيك آخر، ترقي نفسك ما في إشكال. أما المراكز الآن المتخصصة في الرقية فهذه لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا الأئمة المرضيين والمقتدى بهم في الدين أبدا، إنما هذه المراكز من المحدثات، وما كان عند أهل العلم ولا عند الصحابة ولا عند السلف إنسان يتخصص في الرقية، هو راقي يعمل راقي ويتكسب من وراء هذا العمل، هذا ما كان موجود. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان متخصصا في الرقية، مع أنه رقى ورقية، لكن ما كان يتخصص فيها ويخصص لها مراكز ولا الصحابة ولا السلف. فإذا هذا الفعل من المحدثات، وهو مخالف أيضا لمسألة الرقية في حد ذاته، لأن الرقية كما قال الشيخ الإسلام ابن تيمية هي دعاء، والدعاء يحتاج إلى إخلاص وإلى صدق، فكيف إنسان يكون شبه أجير يعني يجي يتغاضى معك وكمان يشترط عليك رسوم، تدفع كده، ما دفعت ما أرقي لك إلا تدفع كده، وجلسة خاصة دفع براو، وجلسة عامة دفع براو، ويجيك في البيت دفع براو، فهذا مخالف ومنافي لأصل الإخلاص والصدق في الدعاء. عشان كده أنا ما أنصح أبدا واحد يمشي يتعالج عند مراكز الرقية هذه، العلاج براك ممكن تعالج، والرقية سبحان الله ميسورة، الفاتحة رقية، المعوذتين رقية، أواخر سورة البقرة، آيات السحر اللي في سورة الأعراف، في سورة طه، في سورة يونس، ذول يقرأ الآيات دي على نفسه يرقي، ما استطاع وجد ضرورة ما قدر يرقي على نفسه، غيرك يرقيك ممن يحسن قراية الفاتحة والمعوذتين ويدعو لك دعاء طيب ونحو ذلك.
السؤال الخامس يقول السائل: سمعت الدكتور عبد الحي يوسف يقول إن الحناء للعريس جائزة ولغيره لا تجوز، وهي من العادات السودانية، أفيدونا بارك الله فيكم. مسألة الحناء ووضعها للعروس، طبعا الصحيح يسمى عروس يعني الرجل والمرأة، ولكن عندنا احنا بعرفنا بنقول العريس. طيب العريس وضع الحناء له، وإن كان هو متزوج أو غير متزوج، غيره من الرجال عموما ما يجوز أن يضع الرجل الحناء على يديه أو على رجليه ونحو ذلك، ما يجوز. ليه؟ لأن الحناء من خصائص النساء، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، فهذا فيه لعن. فيبقى مسألة الحناء مما يدل على خصوصية هذه الخصلة، ما يدل على خصوصيتها بالمرأة، ما جاء في سنن أبي داود وفي مسند أحمد أن امرأة قدمت للنبي صلى الله عليه وسلم كتابا، فلما نظر إلى يدها قال: أيد امرأة أم رجل؟ قالت: بل امرأة. قال: لو كنت امرأة لغيرت أو لخضبت يدك بالحناء. هذا حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، والعلماء قالوا هذا مما يدل على أن مسألة وضع الحناء مما تميزت به النساء. ودائما الشرع إذا جعل ضابطا للعرف، إذا العرف مقيد بالشرع، تاني ما أقول ده عرف البلد، لو بقت البلد كلها بتستعمل الحناء للرجل برضو تبقى حرام. ليه؟ لأن الشرع يقيد هنا، فهي مقيدة بالشرع، أنا ما أتركها للعرف فقط. معليش في أشياء مما يخص الأزياء، مثلا أزياء الرجل وأزياء المرأة، ممكن الزول يميز بيناتها بالعرف، لكن هنا عندنا إحنا الشرع حسم المسألة دي، وبقت قضية الحناء تخص به النساء. يبقى عندنا من مدام بقت من خصائص النساء، يبقى ما يجوز للرجال استعمال الحناء، مع المنكرات كمان الكثيرة اللي بتتبع عليها. يعني مسألة الحنة اللي بيضعوها في أيام الزواج فيها منكرات تانية تتبع عليها. أولا حيلة جلسة الحنة دي ومعه البنات، بنات خيلان وبنات أعمامه وبنات عماته كلهم قاعدين، واللي بيضعوا للحنة دي كمان نسوان وما محارم بالنسبة له، يجوا يضعوا للحنة وده منكر. يخط الحنة في يدين وزمن طويل جدا وقاعد مع الحريم في البيت وحتفوت الصلاة، لأنه دي مسألة طويلة جدا، في الغالب الصلاة تفوته، في الغالب دي مجالس فيها غناء فيها اختلاط بالنساء، دي كلها جملة من المحرمات تتبع عليها. لو خلت من المحرمات دي تبقى هي في ذاتها محرمة، لأنه هذا من التشبه بالنساء ولا يجوز شرعا. طيب السؤال السادس يقول السائل: ما حكم الاتصال بالمخطوبة، وما الحد الشرعي في معاملتها؟ المخطوبة كغيرها من الأجنبيات، والأجنبية هي التي لا يحل الإنسان أو التي يحل الإنسان التزوج بها شرعا، يعني ما من المحارم، محارم الإنسان كأمه وخالته وعمته وجدته، دي المحارم. كل امرأة غير المحارم تعتبر من الأجنبيات، المخطوبة من الأجنبيات، وما في أي رابط شرعي بيحل الإنسان إنه يتعامل معها كتعامل المحارم. يبقى عندنا يباح للإنسان النظر لها للحاجة الشرعية إنه دار يتزوج، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر قال له: انظر إلى ما يدعوك إلى زواجها. فيبقى عندنا النظر لها تسمى بالنظرة الشرعية، شاف الزول خلاص كده تعرف عرف شكلها وأعجبته. طيب بعد ذاك يبقى يقول لك إحنا دارين نتواصل، تتواصلوا ليه؟ السبب شنو يعني؟ يقول لك: يا أخي والله نحنا دارين نعرف بعض، وزول يعرف أخلاقه، ما حتعرف أي حاجة، صدقني ما حتعرف أي شيء. وهذا من مصائد الشيطان، والشيطان يدفع الناس بمثل هذه الأسباب والشباك عشان يوقعهم في الفواحش وفي المنكرات. ما يجوز أصلا الكلام معها ولا المراسلات
ولا النوع اللي بيقول لك انا دار صحيه لصلاه الفجر، والنوع اللي بيقول لك انا داير اعلم شيء من القران، لا لا خلاه تتعلم من غيرك. والصلاه ان شاء الله ربنا بيعين عليها وعندها من يعين عليها. ده من مصائد الشيطان. الكلام معاها يكون في حدود ترتيبات الزواج اللي ما ممكن تتم عن طريق واسطه. يعني ممكن الان لو في اي ترتيبات بتخص الزواج وكده يرتبها مع ابوها مباشره ومع ولي امره، عن طريق اخته ممكن ترتب، او قريبه بالنسبه له محرمه ترتب اشياء، ما يحتاج الى الكلام معها مباشر، ما محتاج. لكن لو في اشياء خاصه تخصها هي يحب الا يكلمها بها، فهذه لحاجه شرعيه وكلام يكون بالضوابط وكلام احترام. اما الرسائل في الواتساب وفي الفيسبوك والتواصل والاشياء دي كلها، دي كلها من مصائد الشيطان ومن المحرمات وما يجوز ابدا. السؤال السابع يقول السائل: ما حكم مشاهدة المسلسلات الدينية؟ كل المسلسلات إذا كانت دينية أو غير دينية كلها محرمة، لأنها مبنية على موسيقى، مبنية على الكذب، مبنية على النظر إلى النساء ومتبرجات متخيلات وفتنة عظيمة جدا. زد على ما في هذه المسلسلات من التشويه والكذب وتشويه صورة الإسلام، لأن هذه المسلسلات صنعت بأغراض وأهداف، تصور صورة معينة للمسلمين. يجيبوا لك مثلا خالد بن الوليد يمثل في مسلسلة معينة مع امرأة وهذه محبوبتي ويتكلم معها، وبعد شوي يجيبوا لك عمر بن عبد العزيز، بعد شوي يجيب لك مين من الصحابة، بعد شوي يجيب لك كذا، حتى يصوروا الغزوات بصورة ما مرضية وما هي الحقيقية. ففيها كذب أولا على الشريعة الإسلامية، فيها كذب في قضية التمثيل. يجي واحد يمثل عمر بن عبد العزيز وهو ما يسوي شيء أمام عمر بن عبد العزيز، وقد يكون فاسق وقد يكون كافر وقد يكون عدو من أعداء الإسلام، وقد يكون الشخص الممثل هنا عمر بن عبد العزيز ممثل في مسلسل آخر في قناة أخرى فاجر من الفجر أو فاسق أو فنان أو غيره. فهذا فيه ما فيه من التشويه لصورة الإسلام، فكونه تسمى مسلسلات دينية جناية على الشريعة الإسلامية. زد على ذلك تبقى فيها المحرمات من النظر الحرام إلى النساء، من الموسيقى، ما في مسلسل من غير موسيقى. فيبقى مع جملة هذه المحرمات مشاهدة المسلسلات دي ما يجوز، إن كانت مسلسلات عاطفية أو مسلسلات اللي بيسموها دينية أو غيرها. طيب السؤال الثامن يقول السائل: ما هي صفة صلاة الجنازة؟ صلاة الجنازة لها شروط ولها أركان ولها سنن. وبصورة مختصرة، صلاة الجنازة شروطها النية واستقبال القبلة وستر العورة والإسلام. الإسلام طبعا إسلام المصلي والمصلى عليه. لو كان المصلي ما مسلم طبعا ما ده ما عنده صلاة، ولو كان المصلى عليه غير مسلم أيضا لا تجوز الصلاة عليه. طيب بعد ذاك حضور الجنازة، جنازة تكون حاضرة موجودة. صلاة الغائب هذه عندها ضوابطها في الشريعة الإسلامية، إذا كان ما صلي عليه مات في بلد من بلاد الكفار ما فيها مسلمين، ما صلي عليه يصلى عليه صلاة الغائب، أو كذلك يصلى على الإنسان صاحب القدر العظيم والمكانة والنفع للإسلام والمسلمين، كما أفتى بذلك الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والعلامة الفوزان حفظه الله تبارك وتعالى، أن الإنسان صاحب النفع العظيم كالعالم الكبير أو الحاكم صاحب السلطان والسؤدد الإسلامي العظيم، هذا يمكن أن يصلى عليه صلاة الغائب. طيب لها أركان، أركان القيام التكبيرات الأربع، الصلاة على النبي، الدعاء للميت، الترتيب، التسليم. بصورة مختصرة صلاة الجنازة يصطف الناس صفوف، الأفضل ثلاثة فأكثر، تكون فردية. طيب يقف الإمام عند صدر الرجل أو عند رأسه الرجل وعند وسط المرأة، وقف الإمام كبر، بعد ما كبر استعاذ، ما في دعاء استفتاح، استعاذ وقرأ الفاتحة، بعد ذاك كبر تكبيرة ثانية، يصلي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية المعروفة في آخر التشهد، كبر التكبيرة الثالثة، دعا للميت الدعاء المعروف
اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة، كل الدعاء المعروف، ابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله، وأوسع له مدخله، أغسله بالثلج والماء والبرد، نقه من الخطايا والذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، إلى آخر الدعاء المعروف المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. دعا بهذا الدعاء، يدعو بعد ذلك لجميع المسلمين، بعد ذلك يكبر التكبير الرابعة. بعد التكبير الرابعة بعض أهل العلم يقول يدعو اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، وبعضهم الراجح يسكت قليلا ثم يسلم، يعني التكبيرة الأولى بعدها الاستعاذة الفاتحة، التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التكبيرة الثالثة يدعو للميت، التكبيرة الرابعة يسكت قليلا ويسلم، يسلم تسليمة واحدة إلى جهة اليمين. أي صلاة الجماعة، بعض الناس عندنا هنا المشهور يقول لك ما يشترط فيها الطهارة، وده غريب جدا، من أغرب الفتاوى اللي جيت قبل فترة. واحد عندنا في أهلنا أفتاهم قال لهم يا أخوانا دي صلاة جنازة، قوموا يلا صلوا، المتوضي يصلي الموتوضي برضو يصلي، عجيب كيف يتوضي يصلي من غير وضوء؟ فلا صلاة من غير طهور، ولا صلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة من غير طهور، وهذا الحديث عام، صلاة جنازة، صلاة فريضة، صلاة نافلة، صلاة كسوف، صلاة الخسوف، صلاة الاستسقاء، غير من الصلوات المشروعة ما يصليها الإنسان إلا بالوضوء. طيب السائل يقول السؤال التاسع، ما حكم مصافحة النساء؟ مصافحة النساء من المحرمات ولا تجوز، ومن أفتى بجوازها فقد تعسف وأفتى بالباطل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها لما قالت يا رسول الله ألا تصافحنا، هذه في البيعة. والناس الآن اللي بيبيحوا المصافحة غاية ما عندهم يقول لك يا أخي ده إحراج، المرد مد لك يده يا أخي تحرجه كيف يا أخي؟ يا أخي ما ممكن تحرجه يا أخي، سلم عليه، تنفره من الإسلام. لاحظوا النساء هنا، المرأة جات في البيعة، يعني ممكن بحسب فهمنا الليلة ما الصدى وما تحرية، ممكن ترجع عن الإسلام كله ما تسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال إني لا أصافح النساء، وإنما قولي لامرأة كقولي لمئة امرأة. وفي رواية أيضا لحديث أميمة بنت رقيقة قالت فلم يصافح منا واحدة، ما صافح. والنبي عليه الصلاة والسلام قدوة للأمة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فهو قدوة الأمة. ومن ادعى أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام عليه بالدليل، لأن الأصل في النبي صلى الله عليه وسلم أنه قدوة في كل أفعاله وأقواله ومعتقداته وتقريراته، هو القدوة. إذا قلت ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نقول لك جيب الدليل أنه خاص، ما خاص. وجاء أيضا في حديث الطبراني، حديث معقل بن يسار رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. طيب بعضهم يحاول يتفلسف يقول لك يمس هنا المس ما معناه الـ 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 المس يعني المصافحة أو اللمس، يقول لك المس معناه الجماع، أن يمس امرأة أي أن يجامع امرأة، وده من أغرب من أغرب الأشياء، كيف الإنسان يصرف المس عن المعنى المتبادر للذهن، المعنى الظاهر المس هو اللمس، أما المس بمعنى الجماع هذا إلا أن ترد قرينة في سياق الكلام تدل على أن المس مقصود به هنا الجماع، وإلا نلزمهم بلازم آخر، إذا قالوا إن المس في الآية في الحديث لئن يطعن أحدكم بمخيط في رأسه خير له من أن يمس امرأة لا تحله، إذا قالوا المس مقصود به الجماع نقول لهم طيب في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، وفي حديث عائشة لما قالت والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له، نقول لهم إذا قلت المس معناه الجماع إذن ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة لا تحل له معناها كان بجامع كل النساء اللي بحل له، لأنه قلت المس معناه الجماع. إذا قلت لا المس هناك ما معناه الجماع معناه اللمس، إذن نقول لكم المس هنا معناه اللمس، يبقى بنص هذا الحديث المصافحة أو لمس المرأة ما بيجوز بنص هذا الحديث.
فيبقى مصافحة النساء من المحرمات والإنسان يبتعد عنه وما يقعد يتفلسف ويقول لك لا لا أنا ما أحرجها وده قطع إلى الرحم. يا أخي ما في قطع إلى الرحم، زور أرحامك، اتكلم معه، سلم عليهم طيب، قول الكلمة الطيبة، زور أرحامك، كل ما يمنع. لكن معلومة ممكن يعني أنا أزور أهلي، بنات عمي، بنات خالي، أسلم عليهم من بعيد سلام عليكم، أسألهم عن حالهم، أطيبهم بكلام طيب وكلام جميل، ليه يعني ما ده ما من صلة الرحم؟ من صلة الرحم أزورهم وأقف معاهم في كل شيء، من غير ما أنا أجي أصافح في اليد، ما أصافح إلا أرحامي كعمتي وخالتي وبنت أختي وبنت أخوي وكذا، غيرها من المحارم. نعم. السؤال العاشر يقول السائل ما حكم الذبيحة التي تذبح للبنيان أو ما يسمى عندنا في السودان بالعتب؟ ده طبعا الذبيحة اللي بيعملوها بعد ما الإنسان يخلص من بناء بيت أو دار أو اشتري سيارة جديدة أو كذا، يذبح ذبيحة وبعضهم كمان يزيد عليها يأخذ من الدم، الدم المسفوح الأول ما يذبح، تذبح البهيمة، يأخذ من الدم الدم المذبوح المسفوح ده ويشيله بيده ويعمل على الجدار، يلصه كده على الجدار، وبيعتبروا انه ده نوع من الصنيع. بعضهم بيعرف انه ده تعامل مع الجن، بعضهم ما يعرف، بس لقى الناس بيعملوا كده، يشيل طوالي من الدم المسفوح يعملوا، يقول لك ده حماية للبيت من الجن. الكلام ده ما يجوز. والذبح ده انواع، اما ان يذبح الانسان لله سبحانه وتعالى، يذبح لله شكرا على نعمته، ربنا سبحانه وتعالى أعطاه بيت دار له أو أعطاه سيارة جديدة أو أي شيء من أمور الدنيا أو نجح له طالب ابنه أي إلى آخره، ذبح ذبيحة دعا لها الأصدقاء والجيران وأكرم وأولم وليمة شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، فهذا لا بأس به وما في إشكال. بعض الناس يعمل ذبيحة إكراما بس، ما لله لكن إكراما بس، إكراما للضيف وتهنئة كده بالبيت الجديد وكده، فهذه الشيخ ابن عثيمين يقول أيضا هذه مباحة، هذا ما فيها تغرب للجن، ما فيها تغرب لغير الله، طيب ما في مشكلة، هذه مباحة. أما النوع الشركي والذبح اللي يعتبر كفر أكبر مخرج من الملة، أن يذبح تغربا للجن أو أن يذبح تقربا لشيخ معين باعتبار أنه الشيخ ده هو الذي وهب لهم هذه النعمة، أو ما جاءتهم هذا الخير وهذه البركة ما جاءتهم إلا من طريق الشيخ، فيذبح تقربا للشيخ أو تقربا للجن أو تعظيما للشيخ وتعظيما للجن، هذا من الشرك الأكبر، وهذا صاحب ملعون، كما جاء في حديث علي رضي الله عنه صحيح مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله من ذبح لغير الله، وفي الآية قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فما يجوز أبدا الإنسان يتجرع على هذا الفعل، وبعض الناس كمان يمشي ويذبح وينحر هذه القربان عند الأضرحة وعند قبور المشايخ وعند المزارات تحت الشيوخ شكرا على تلك النعمة، باعتبار انه الشيخ ده كان سبب في النعمة او كان الشيخ هو الذي وهبهم هذه النعمة، فهذا من الشرك ومن الكفر بالله سبحانه وتعالى، والانسان يتجنبه ويبتعد عنه، انما يعمل كرامة شكرا لله سبحانه وتعالى على نعمته وفضله، وتبرعا وإكراما للضيوف وللجيران وللأصدقاء ولغيرهم، هذا من المباحات ولا بأس به. هذا وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد. نكتفي إن شاء الله في هذا الوقت بهذه الأسئلة، على أن نواصل بإذن الله تبارك وتعالى في وقت آخر. اللهم صل وسلم سية القحطان. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطان.